طيب عندي بعد كده يجي يقول لي يا مستر صورة الجسم المتكونة خلف المرآة المستوية تكون دايما الصورة اللي بتتكون خلف مرآة ايه مستوية، بتكون دايما ايه، بتكون دايما تقديرية ماشي، معتدلة ماشي، مكبرة لا، هي بتكون مش مكبرة، بتكون مساوية، يبقى الكلمة دي خطأ، يبقى اذا الاختيار الاول ده مرفوض. نيجي للاختيار ب، حقيقيا انت خلاص بدأتها اصلا بغلط، المراية مستوية ما بتكونش ابدا صورة حقيقية، يبقى اذا دي مرفوض من اولها، يبقى رقم ب مرفوض. رقم ج حقيقية برضه انت رفضتها من الاول، اولها غلط، يبقى اذا دي برضه ج مرفوضة، لان المراية المستوية ما بتكونش صور حقيقية. تقديرية ماشي نكمل يا عم كده صح، تقديرية معتدلة ايوه ماشي، مساوية للجسم في الحجم ايوه صح، يبقى دي كده من خواص المراية المستوية، يبقى اذا الاختيار د هو الاجابة الصحيحة. طب عندي بعد كده رقم 8 يجي يقول لك اذا وضع شخص قلم في جيبه الايسر، انت حطيت القلم في جيبك الشمال، جيب القميص الشمال مثلا، ونظر في مرآة مستوية تظهر صورة القلم فين؟ انت لو حطيت القلم في ايدك الشمال وجيت تبص في المراية هتلاقي القلم فين؟ هتلاقي القلم ظهر لك في جيبك اليمين. زي ما انت تقف قدام المرايه وترفع ايدك اليمين هتلاقي اللي رفع قدامك رفع ايده الايه، رفع ايده الشمال، لان الصوره بتبقى معكوسه الوضع، الصوره بتبقى معكوسه الايه الوضع. يبقى اذا هنا الراجل حط القلم في جيبه الشمال، يبقى اذا هيبقى الصوره فين؟ هنقول له جهه اليسار لا، جهه اليمين لانها معتدله، جهه اليمين لانها معتدله لا، هي الصوره ما بتبقاش معتدله، ولا جهة اليمين لأنها معكوسة أيوه هي الإجابة دي، هنقول له جهة اليمين لأنها بتبقى معكوسة الوضع، معكوسة الإيه؟ الوضع، خلاص كده؟ طيب يبقى إذا الإجابة هتبقى رقم ج. عندي بعد كده رقم 9 يجي يقول لك أبعاد صورة الجسم المتكونة في المراية المستوية دائما نقط أبعاد الجسم. بعد احنا واخدين خاصية من خواص الصور المتكونة في المرآة المستوية اللي هي بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عنه، يعني انت لو واقف على بعد 2 متر من المراية هتلاقي صورتك برضو على بعد 2 متر، فهنا بعد الجسم عن المرآة المستوية دائما نقط بعد الصورة عن المرآة المستوية دائما نقط بعد الجسم، هنقول له تساوي بعد الجسم، خلاص كده؟ يبقى اذا الإجابة هتبقى رقم ألف. طيب عندي بعد كده رقم 10 يجي يقول لك إذا وضع جسم أمام مرآة مستوية فإن النسبة بين طول الصورة وطول الجسم نقط الواحد الصحيح. ركز في المسائل اللي زي دي، أنت عندك الأول تحدد نوع المراية، دي مراية إيه يا مستر؟ دي مراية مستوية. إحنا واخدين من خواص المراية المستوية، إحنا واخدين 6 خواص ما كنتش مذاكرهم، ارجع للدرس التاني موجود على القناة وذاكرهم واحضر الدروس بكل أجزائها. الناس اللي بتسألني يا مستر الدروس فين، المنهج كله يا حبيبي موجود على القناة، ارجع تابع المنهج، والمنهج ما فيهوش اي تغيير، هو اللي انت هتسمعه الشرح هتيجي هتطبق عليها هتعرف تحل كل حاجة ان شاء الله، خلاص. فهنا بيقول لك ايه، اذا وضع جسم امام مرآة مستوية فان النسبة بين طول الصورة وطول الجسم، انت عندك من ضمن الخواص ان انت خواصها ان هي اول حاجة بتبقى مساوية للجسم في الحجم، يبقى اول حاجه من خواص الصوره المتكونه في المرايه المستويه بتكون مساويه للجسم فين؟ في الحجم. يعني معناه هنا النسبه بين طول الصوره وطول الجسم، طول الصوره هيبقى بيساوي طول الجسم يا مستر، يبقى اذا هنا النسبه نقط الواحد الصحيح هتبقى اقل ولا تساوي ولا اكبر ولا تساوي، هنقول له تساوي الواحد الصحيح، النسبه هنا هتبقى بتساوي الواحد الايه الصحيح. طيب عندي بعد كده رقم 11 اذا وقف شخص امام مرآة مستوية على بعد 3 متر، يبقى الراجل وقف قدام المراية على بعد 3 ايه متر، تكون المسافة بينه وبين صورته في المراية على بعد كام؟ هو انت وقفت على بعد 3 متر يبقى صورتك الناحية التانية هتتكون على بعد 3 ايه 3 متر، يبقى المسافة بينك وبين صورتك عاملة كام؟ عاملة 6 متر، عاملة 6 ايه متر، يبقى اذا الاجابة هتبقى 6 متر، خلاص كده. طيب عندي بعد كده رقم 12 يجي يقول لك من الشكل المقابل، مديك شكل زي اللي قدامنا ده، بيقول لك المسافة بين الفتاة وصورة لوحة العلامات تكون كام متر؟ الفتاة هنا اهي، هي الفتاة بعدها عن المراية قد ايه؟ قال لك بعدها يا مستر عن المراية 2 متر، تمام، يبقى اذا صورتها المسافة بين البنت وبين المراية عاملة 2 متر. هو هنا مش عايز المسافة بين البنت وصورتها، لا عايز المسافة بين البنت او الفتاة وصورة لوحة العلامات. طب لوحة العلامات الاصلية هنا اهي، المسافة بين لوحة العلامات لحد المراية كام متر؟ ادي 2 و2 يبقى كده 4 متر، يبقى المسافة بين اللوحة لحد المراية 4 متر، يبقى صورة اللوحة هتظهر في المراية الناحية التانية على بعد برضو كام؟ 4 متر، خلاص. يعني بص افهم معايا كده بالراحة، ركز معايا كده واحدة واحدة، وهنا البنت واقفة الأول لوحة العلامات اهي، لوحة العلامات ديت كده اللوحة، اللوحة واقفة على بعد كام من المراية؟ اللوحة دلوقتي يا مستر ديت مثلا هنسميها المرآة، دي كده المرآة ماشي، اللوحة دلوقتي على بعد، قال لي على بعد 4 متر، اللوحة دلوقتي على بعد 4 ايه
4 متر. يبقى الصورة اليمة التانية برضو بتاعت اللوحة هتبقى على بعد كام؟ تبقى على بعد 4 متر. تبقى على بعد 4 ايه؟ 4 متر. تمام. طيب في بنت واقفة هنا كده، بنت واقفة هنا كده على بعد 2 متر من المراية. البنت واقفة على بعد 2 متر من ايه؟ من المراية. دي كده صورة دي كده جسم البنت او البنت يعني. البنت واقفة هنا كده على بعد 2 متر من المراية. تمام. طيب هو هنا عايز ايه بقى؟ بيقول لك هات لي المسافة بين البنت او الفتاة وصورة لوحة العلامات والصورة بتاعت اللوحة. طيب يبقى هنا البنت اهي على بعد 2 متر. تمام. يبقى كده دي 2. وبعدين احنا قلنا الصورة بتاعت لوحة العلامات هتبقى على بعد كام من المراية؟ 4. يبقى هنجمع دول بقى، يبقى 2 زائد 4، يبقى 2 زائد 4 يدينا كام؟ يدينا 6 متر. يبقى اذا هنا هتبقى المسافة بين البنت وبين صورة لوحة العلامات هتبقى عاملة كام؟ 6 متر. ليه؟ لان صورة لوحة العلامات في المراية هتبقى على بعد 4 متر، لان هي اصلا كده في الجسم الاصلي 4 متر. يبقى صورتها هتبقى على بعد 4 متر، والبنت اصلا على بعد 2 متر من المراية. يبقى اذا 2 اللي هي البنت بعدته، المسافة بين البنت لحد الصورة بقى تبقى عاملة كام؟ 2 اهم، في 4 وراهم اللي هم لوحة العلامات، يبقى 2 و4 6. 2 و4 ايه؟ 6. وصلت؟ يبقى هنا في 6 متر. ايوه اخر واحدة يا مستر، يبقى 6 متر. تمام؟ طيب عندي بعد كده رقم 13 يجي يقول لك عند وضع ورقة بيضاء مرسوم عليها حرف ال اللي هو بالشكل ده كده، رسمنا حرف ال اللي كده امام السطح العكس لمرآة مستوية، برضو احنا لسه في المرآة المستوية، كما بالشكل المقابل، فأي مما يلي يمثل الصورة المتكونة للحرف بالمرآة. طب احنا قلنا المراية بتبقى ايه؟ من خواص الصورة المتكونة في المرآة ان هي بتكون معتدلة. يبقى أول حاجة بتكون معتدلة، خلاص، يعني أنا لما أقف قدام المراية تبقى راسي لفوق برضه، يبقى الصورة اللي ظهرت بتبقى راسي لفوق، ما بتبقاش العكس، ما بيبقاش رجلي لفوق وراسي لتحت، لا، هي الصورة بتبقى معتدلة. طيب يبقى أول حاجة لازم حرف ال ده يكون معتدل، حرف ال ده لازم يكون ايه؟ معتدل. يعني المشقلب كده بالنسبة لي، يعني هنا بص كده الواحد ده هو اللي فوق، والكسرة الصغيرة اللي تحت دي الشرطة دي اللي تحت، يبقى لازم هنا يكون الواحد برضه هو اللي فوق، خلاص. يبقى اذا انا هرفض اللي متشقلبيه، يبقى اذا انا هستبعد جيم لان هو شقلبهولي، يبقى اذا ده كده هستبعده، وهستبعد باء لانه برضه شقلبهولي، هستبعد الاثنين دول، يبقى الاثنين دول خلاص انا استبعدته، لان اول خاصية في المرايا المستوية ان هي بتقول لك ايه؟ اول حاجة ان هي الصورة بتبقى معتدلة معدولة، الواحد كده واقف لفوق يبقى لازم هو اللي يكون فوق، يعني زي كده الف ودال مثلا، الواحد هو واقف والواحد هو واقف هو اللي فوق. طيب يبقى اذا انا استبعدت ب و ج لانهم متشقلبين، فدول خلاص مش تابع، يبقى انا الاختيار دلوقتي هيبقى بين الف و د، انهي واحده الصح؟ طب نشوف بقيه الخواص، ما هو انت لو مذاكر الخواص هتعرف. احنا قلنا اول حاجه معتدله، تاني حاجه مساويه للجسم في الحجم، تاني مش دي ودي قد الصوره الاصليه، قدها، يبقى طيب دي تاني خاصيه. تالت حاجه معكوسه الوضع بالنسبه للجسم، لما بقف قدام المرايه ارفع ايدي اليمين بيقابلني في الصوره ايدي الايه؟ ايدي الشمال، فهنا معكوسه الوضع. هنا ال بص يمين، ال اللي هنا بص ايه؟ بص يمة اليمين كده، يبقى اذا هتبقى معكوسه، لما نعكسها هتبقى ايه؟ بص يمة الشمال، فهنا دي هتبقى بص يمة اليمين، لا طب دي هتبقى متطابقه كده، هتبقى مش معكوسه، يبقى دي غلط، يبقى الاختيار رقم 1 ده غلط. يبقى اذا من هنا اللي معكوسه اهي، هي رقم ده الاختيار الصح، هي نفس كل الحكايه، ان دي بص يمين فدي بصت ايه؟ بصت شمال، لان بتبقى الصوره معكوسه الوضع، ايدك اليمين يقابلها ايدك الشمال، خلاص؟ يبقى اذا الاجابه الصح هتبقى رقم د، يبقى اذا ال 13 هتبقى د. طيب نكمل.